في رمضان أحيانا يزعجك واحد، أنت موظف تكلم عليك أو بالسوق أو بالشارع، لكن احفظ لسانك واحفظ يدك، فإن سابه أحد أو قاتله قال إني امرؤ صائم. لماذا؟ لأن الإنسان لابد ألا يخدش صيامه ولو حتى بكلمة وحتى بنظرة أو بصر أو حاجة، فعليه أن يحفظ صيامه في ألا يخدش. فاحفظ نفسك أيا كان موقعك، أيا كان التصرف الذي أمامك، فهذا أبلغ رد على هذا المتكلم أو على هذا المعتدي، أنك لولا صيامك لرديت الصاع بأكثر، ولكن الله منعك حتى لا تقع في خطأ في هذا الصيام.